ينضم إلينا محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن أداء العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا كما نلاحظ حالة من التذبذبات لأداء العملات تحديدا، يعني نتحدث عن الملاذات الآمنة من العملات كالدولار، الفرنك السويسري، الين الياباني، كيف تصف أدائها في ظل هذه التوترات السياسية التي تؤثر على أداء التداولات في أسواق العملات؟ صباح الخير. بالفعل هنالك طلب ملموس على عملات الملاذ الآمن والملاذات الآمنة بشكل عام، والتي أذكر منها أيضا الذهب الذي لامس 2000 دولار للأونصة الواحدة هذا اليوم. يرتفع الدولار الأمريكي، الين الياباني والفرنك السويسري مقابل سلة من العملات، وهذا في ظل المخاوف التي تسود الأسواق المالية من التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا، حيث بدأت الأسواق حاليا والمستثمرون والاقتصاديون يراقبون تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي. نحن نتكلم عن ارتفاعات هائلة في أسعار النفط قد تنعكس أيضا على التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما ينبئ باحتمالية ركود اقتصادي قادم إلى العالم. خلال 50 عاما الماضية في كل مرة شهدنا فيها ارتفاعات هائلة بأسعار النفط وتحديدا بأكثر من 50% على السعر للنفط المقاس والمعدل بالتضخم، شهدنا بعده ركود اقتصادي في الولايات المتحدة أثر على الاقتصاد العالمي. وبأخذ هذه الحقيقة الإحصائية بعين الاعتبار، فالأسواق المالية حاليا تسعر احتمالية ركود اقتصادي عالمي قادم، وبالتالي يتوجهون إلى عملات الملاذ الآمن كما تفضلت، والتي نعم. على رأسها الدولار الأمريكي، الين الياباني والفرنك السويسري. نعم، يعني أستاذ سركيس كما تفضلت بأن حالة من التسعير الآن في ظل هذا التوقع للركود السياسي، ماذا عن الركود الاقتصادي؟ ماذا عن التوقعات للفيدرال الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ وأيضا نتوقع خلال الأسبوع هذا العديد من البيانات المهمة كمعدلات التضخم، يعني مع نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، بيانات التوظيف في الولايات المتحدة. هذه البيانات في ظل أيضا التوترات السياسية في الولايات المتحدة مع روسيا، يعني كيف هو أو كيف تصف مزاج المستثمرين في ظل هذه المعلومات والمعطيات؟ بالتأكيد العديد من المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع، والتي على رأسها مؤشر أسعار المستهلكين أو هو التضخم، والذي يقيس مقدار الارتفاع في الأسعار. تشير التوقعات لاحتمال أن يظهر المؤشر ارتفاع مقداره 8.10% خلال الشهر الماضي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. هذا الارتفاع الهائل بالأسعار يرجح أن نرى الأسبوع المقبل أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل. الارتفاعات في التضخم مصدرها كما نعلم الارتفاع في أسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، أيضا تشمل قرار البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع على عكس الفيدرالي أن يقوم بتثبيت الفائدة. فاقتصاد منطقة اليورو هو أحد أكثر الاقتصاديات تضررا في الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي على البنك المركزي الأوروبي أن يتأنى في تعديل سياساته النقدية، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن المركز الأوروبي على الأرجح سيثبت سعر الفائدة، بينما الأسبوع المقبل قد نشهد الفدرالي الأمريكي يقوم برفع الفائدة. الأسواق المالية تتعامل مع هذه المعطيات، ويظهر تأثيرها تحديدا على اليورو مقابل الدولار الأمريكي الذي انخفض لأدنى مستوياته منذ عام 2020، ليتم تداول اليورو اليوم عند دولار و8 سنتات أمريكية مقارنة في دولار و12 سنت خلال الشهر الماضي، وهذا ما يوضح القلق الكبير في الأسواق على اقتصاد منطقة اليورو بتأثير الأزمة الجيوسياسية، وكذلك نعم. الفروقات في توجهات أسعار الفائدة للبنوك المركزية. نعم، يعني أستاذ سركيس كما نلاحظ الأكثر تحركا وأيضا الأنظار تتجه نحو الروبل الروسي الذي يواصل الهبوط مقابل الدولار، يعني هل هنالك مكان للعودة في أسعار الروبل تحديدا في ظل هذه المستويات المتدنية؟ محاولات عديدة من الحكومة الروسية، محاولات من البنك المركزي الروسي الذي قام برفع الفائدة بشكل جنوني إن صح التعبير، من 9.5% إلى 20% دفعة واحدة. والحكومة الروسية أيضا تحاول حاليا تسديد الديون التابعة للسندات بالروبل الروسي في محاولات لوقف انخفاضه، لكن الروبل الروسي إذا عدنا بالذاكرة لعام 2014 فقط خسر 97%
في ظل أزمة كانت أقل من الأزمة الحالية، وبالتالي من المتوقع أن يبقى الروبل الروسي ضمن مستوياته المنخفضة عند أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي ومقابل العديد من العملات الأجنبية الأخرى على الأقل خلال الأسابيع أو حتى بقية هذا الشهر. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.